أهلا وسهلا بكم. دائما مع تقنية الأجهزة الوهمية سنتعرف في هذا الدرس على تقنية تمكننا من حفظ حالات أو حالات جهاز وهمي في نقطة زمنية معينة واسترجاعه إليها عند الضرورة. في برنامج Virtual Box تسمى هذه التقنية ب Snapshot، هي متوفرة افتراضيا في البرنامج. إذا حين نقوم بإنشاء جهاز وهمي ما نختار له إعدادات، هي ما نلاحظ مثلا بالنسبة للجهاز الوهمي لينكس هنا له هذه الإعدادات هنا، وأيضا حين نقوم بتثبيت نظام تشغيل عليه، ننشئ ملفات، نثبت برامج على ذاك النظام، فجميع هذه الحالات أو جميع هذه الأشياء يمكن أن نقوم بحفظها في نقطة زمنية معينة واسترجاع الجهاز الوهمي كاملا إليها عند الضرورة. كيف ذلك؟ نقوم باختيار الجهاز الوهمي، وهنا على اليمين لدينا سناب شوتس. مثلا أنا هنا قمت مسبقا بحفظ حالتين نيو انستول وابجريد. هنا يظهر لنا المدة الزمنية التي مرت على حفظ تلك الحالة، مثلا هنا نيو انستول قبل 21 ساعة وابجريد قبل 9 دقائق فقط. لو أردت، دائما لدينا هنا كيرنت ستيت، هي الحالة الحالية للجهاز الوهمي. دائما لو أردت اختيار أو إنشاء سناب شوت جديد، سيكون هنا نوع من التسلسل في هذه السناب شوت، هذه النقط الزمنية أو حالة الحفظ، سيكون هناك تسلسل على شكل قائمة. إذا لإنشاء سناب شوت جديد نقوم بالضغط على هذه الأيقونة، نعطي اسم للسناب شوت، وهنا يمكن أن نكتب أي وصف نريد، فنضغط OK ويضاف. ثم لاحظ الآن يضاف سناب شوت جديد. كما قلت، يتم حفظ إعدادات الجهاز الوهمي الموجودة هنا، ويتم حفظ أيضا ما موجود على ذاك الجهاز الوهمي على القرص الصلب الذي قمنا بإنشائه داخل ذاك الجهاز الوهمي وما ثبتنا عليه. نلاحظ مثلا هنا، نأخذ مثال تطبيقي مثلا على هذا الجهاز الوهمي. قمت، نلاحظ سناب شوت التي قمت بإنشائها، لدي سناب شوت أو حالة حفظ قبل 23 ساعة، وسأحاول استرجاع هذا الجهاز الوهمي إلى هذه الحالة. نقوم بتغيير ما مثلا، نلاحظ هل هذا التغيير سيبقى أم لا. مثلا لدي هنا ثبت على ذلك الجهاز الوهمي ويندوز إكس بي مثلا، سأقوم فقط بإنشاء ملف هنا، أعطي أي اسم، أقوم بإغلاق نظام التشغيل، وسنرى بعد استرجاع الجهاز الوهمي لحالة سناب شوت التي قمت بإنشائها قبل 23 ساعة، هل هذا الملف الذي قمت بإنشائه للتو سيبقى أم سيتم حذفه؟ ننتظر حتى يتم غلق نظام التشغيل كي يعطوني مشكل في المرة المقبلة حين أقوم بتشغيله. الآن تم غلق نظام التشغيل، سأقوم باسترجاع هذا الجهاز الوهمي لهذه النقطة، لذلك أختارها وأضغط على هذه الأيقونة هنا، فيعطيني تنبيه هل أريد حفظ الحالة الحالية كسناب شوت current state. يعطيني هنا تشانت، أي أني منذ ذاك الوقت، منذ آخر سناب شوت قمت بحفظها، تم تغيير شيء ما في نظام أو في الجهاز الوهمي، هل أريد حفظ هذه الحالة أم لا؟ أنا لو كنت أريد ذلك أضع علامة التفعيل هنا، وإلا أقوم بحذفها وأضغط أخيرا Restore، فتم استعادة الآن الجهاز الوهمي للحالة التي كان عليها، ويظهر ذلك هنا Default Install هي الحالة الحالية بالنسبة لهذا الجهاز الوهمي. نقوم بتشغيله ونرى هل الملف الذي قمنا بإنشائه بعد ما كنا قمنا بحفظ حالته سيبقى أم تم حذفه. طيب، انتظر قليلا حتى يتم إقلاع
النظام. أوبس، وانتهى أو تم حذف الملف لأنه كما قلت قمت بإنشائه بعد حالة الاسترجاع التي قمت بحفظها قبل 23 ساعة، وبالتالي حين قمت باسترجاع النظام لتلك الحالة تم إلغاء أي تغيير قمت به في هذه الفترة الزمنية. نفس الشيء لو كانت لي ملفات قبل حين استرجاع تلك الحالة وقمت بحذفها من بعد فسيتم استرجاعها. نفس الشيء بالنسبة لي نظام التشغيل، لو كنت قمت بتغيير به، لو كنت قمت بحذف برامج، فسيتم استرجاع جميع هذه الأشياء للحالة التي كان عليها من قبل. يمكن كما قلت إنشاء سناب شوت عديدة، لكن يجب الانتباه إلى أنها تأخذ جزء من أو مساحة من القرص الصلب، لذلك لا يجب الإكثار منها كي يتم ملء الجهاز أو القرص الصلب الخاص بكم. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.